Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah tkounou kamel bkhir, nta je vous ferai de la vidéo. Moi ça va, alhamdulillah ya rabbi. Lyoum vlog jdid, ghadi npartagi ma3kom la deuxième partie ta3i ta3 le voyage fi Tunis. Lyoum wsalt l hammamat. J'espère le premier vlog ta3 Tunis li hadit alkom koun ajbkom, malgré y avait pas beaucoup de trucs à faire fi Tunis. Parce que Medina ta3 Tunis c'est pas vraiment touristique kima l hammamat, kima Jerba, etc. Mais bon, j'espère que vous avez voilà, aujourd'hui, je vais partager avec vous le vlog de la hammamat. Inch'Allah, Inch'Allah, que j'ai aimé la hammamat. Je suis déçue qu'il m'a Tunis. Parce que Tunis, il n'y avait pas beaucoup de trucs à faire, etc. Aujourd'hui, je suis allée à la hammamat. Ça fait une heure. Juste de où je suis allée. دروي قاعدين نخرجوا للفطره غادي نبارطاجي معكم ثاني لو ريستورون شكروه لي بزاف قالوا لي سي ان بون ريستورون هنا في الحمامات فوالا دونك هنايا في الحمامات غادي نقعد 5 نوي ان شاء الله تونس قعد جوست 4 نوي مي الحمامات غادي نقعد 5 نوي ان شاء الله الى ديرنيير نوي غادي نعاود نولي تونس علاش ماماري قال لي علاش ما نزيدش نقعدوا لا 6ème نوي هنا في الحمامات قلت لها لا سي ميو نولوا لتونس لخاطرش عندنا لو فول بكري خاصني ا 9h du matin نكون في لوتيل في لايروبور باردون اي هكا نكونو غراب ما نوضوش نبكرو بكري كسيتا خاصني ميو نعاودو نولو تونس لا ديرنيير نوي هكا لايروبور حدانا فوالا المهم قعدوا معايا وغادي نبارطاجي معاكم حنا لوتيل اللي ديتاه سي لو ميور اوتيل يا 3 اوتيل هما مخيرين هنا في الحمامات هاد لوتيل دوك نخلي لكم الاسم تاعو هنايا سي بارمي لي ميور اوتيل في الحمامات Voilà, le prix n'était pas vraiment moins cher, c'est un peu cher, mais assez normal. C'est le mois de juillet, c'est la période touristique, etc. Donc voilà, Godou Maria, j'espère que le vlog va vous aider comme les filles.
وهنا يا جينا فطرنا كما قلت لكم. هاد لو ريستورون شعمل واحد الما كونسيي باش نجي يسموه لو ريستورون بوتي بيشور. كاين لو 1 اي كاين لو 2. انا جيت جوست لو 1, لو 2 ميم شي تلاش. اي جو فو كونسيي باش تدو عندهم هاد لا سوب دو بيشور, اي تي فريمون بون. روكوكو لي في, جيسبر كي حوست بكم لوتيل ان شاء الله يعجبكم. Moi j'ai trop aimé, franchement l'hôtel qui est bzef, il bzef t'as les restaurants, les bars, etc. Fiche de piscine, même là il le soir, il des soirs également, etc. Donc j'étais pas déçue. Qui m'a chakrohli, en fait c'était en fait qui m'a galoulé. El mohim, ana drabt hab brigda, خرجت عم juste شوية في la piscine, عاود وليت رقدت. باسكو الخطره كي جيت هنا لتونس حلفت قلت ما خصنيش نقعد عطيتها غير للجر وعلى البروفيتي ابغي كي نولي لباري نكون عيانه. سيرتو انا في باريس في كالكان اللي ما تريحش, توجور نجري توجور الخدمه بزاف, لي زونفون اكسيتيرا, هو تاني مسكين تو طون عنده الخدمه اكسيتيرا. دونك سي ميو كون فواياج تاني نعطيو الراحه شويه لعمامنا. المهم قيلت رقدت شويه فوالا, دونك نوت غادي نهودو نتعشو باسكو هنايا حاجه ماشي مليحه في كو لو ريستورون يبلع يكمل تو مع 9 ونص ل 10 تاع الليل. دونك فوالا راه 8 ونص غادي نهودو داك نتعشو باسكو دينا اون شامبر باش مع الماكله. مي الماكله غادي الفطور ما نبقوش نفطرو هنا في لوتيل باش كنبدلو ما نتايقوش باسكو لا بليبار دو تو في لوتيل يديرو توجور لا ميم شوز. قلنا غير الحشا نبقو نتعشو هنايا هكذا نكون غير حدانا اكسيتيرا. المهم فوالا الفلوغ لي بارطاجيته معاكم لي في تاع تونس, انا جيت ديسو ما نقدرش عليكم, يا في با بوكو دو شوز افير في تونس, مي سي با غراف او مون شوف تونس كي دايره دونك نعرفها كي دايره اكسيتيرا. مي جو فو كونساي با تونس, سي با اون فيل زعما تاع تحواس ولا لا. البلاصه الوحيده اللي عجبتني سيتي سيدي بوسعيد, سيتي فريمون بيان, جي ترو ايمي لامبيونس اكسيتيرا, سي بو اوسي. مي اوتر شوز افير باش تحوس وتما كي تونيا ريان افير فوالا. مي حمامات قالوا لنا اون فا ايمي دونك اون فيرا ان شاء الله. المهم قعدوا معايا وغادي نبارطاجي معاكم هذا الفلوغ لي في ان شاء الله يعجبكم. Voilà les filles, j'ai de nouveau fait le coin parce qu'il y a du calme. Quand on entend les vagues, t'as le bahar, etc. Il n'y a pas mieux. Le mohim, parce que les filles derrière moi, là, il y a une soirée, il y a la musique très forte. Des danseuses, des chanteurs, etc. Donc on a préféré de rester dans le calme, il n'y a pas mieux. Pour le chat à l'hôtel, j'ai trop aimé, on a bzef le choix. Vraiment un buffet kbir. Donc on a trop aimé, malgré ma kinesh bzef, parce qu'on a fait très tard, chia. Parce qu'il ferme normalement c'est 21h. Je vais clôturer le premier jour, Inch'Allah, demain matin. هنايا لي في سي لو دوزيام جور, جي فيلمي كلكو لقطات ليكم. تاني القهوة نشربوها هنا الصباح لي بتي ديجوني, ميم عندهم بزاف لو شوا اوسي تاع الصباح, سيتي فريمون بيان, اون ا ترو ايمي فوالا. دونك سي جوست اون ابري لي بتي ديجوني ابري مشينا لا بيسين.
Coucou les filles, voilà, راه 7:30 اليوم جي بيان بروفيتي دو ما جورني مرقت ما درت لا غراس ماتيني ما والو نوض صباح بكري 8:30 جيتي انفون بورتون البارح ما رقدتش بكري رقدت حتى 2:30 ماي ما ماري مي فوالا صباح كنت انفون فوالا جي بري مي بتي ديجيني ابري رحت لابيسين بكري من بعد رحت للبحر وفطرنا اي بي فوالا سي تو دخلت حتى مع 6:30 لاشونغ دوشت وجدت روحي دروك غادي جوست نتعشو راها 7:30 تاع العشية فوالا ودروك من بعد نمشو نحط مع تاكسي باش نروحو لواحد البلاصة دوك نبارطاجيها معاكم شابة بزاف تاني اللي كونو هنايا في الحمامات بي فوالا سي تو. المهم انا الحمامات عجبتني بزاف بوكو ميو كو تونس. تونس كيما قلت لكم شتي ديسو ما عجبتنيش بزاف مي معليش هنا الحمامات سي اون فيل توريستيك سيرتو هاد لوتيل اللي فيه بزاف لي زالمون لي زونغلي لي اسبانيول دونك فوالا ما فيش العرب بزاف الي فريمون بروبر نقي اوني ترانكيل فوالا. المهم قعدوا معايا غادي نبارطاجي معاكم هاد لا سواري. هنايا راني خارجه لي في غادي نحكم ان تاكسي باش نروحو لياسمين الحمامات فوالا. وهنايا ما كاش المشكل تاع التاكسيات كيما كان كاين في تونس لاخاطش في تونس العاصمه كان كاين لابليكاسيون بولت دونك قاع التاكسيات يتقلشوا باش يدوك يبوغي مع بولت مي بوش يدو بالكونتور ولا يبغوا يدوك بالفورفي بس يعطوك لو بري غالي بزاف. باغ كونت في الحمامات نو سيتي فاسيل باش نحكمو ان تاكسي سوا بال سواء بالكونتور ولا بالفورفي مي موا جو فو كونساي توجور تدو بالكونتور هكذا تعرفوا اكزاكتومون شحال غادي تخلصوا بالفورفي توجور غادي يطلبوا لكم غالي. المهم هنايا جينا هنايا الياسمين الحمامات باش ما نفيزيتوش كاع لهذيك البلاصه تاع الياسمين هكذا ابيون ما بالمير تاعيا وكنا عيانين اكسيتيرا دونك انا بريفيري باش نديرو لو تور افيك لا كاليج سيتي فريمون توب جي ترو ايمي ديجا درتها هنايا في مغبيه اي سي بور سا كي شفنا هنايا قلت لما بالمير تو فا ترو ايمي دونك سي ميو نركبو نديرو بلا كاليج هكا كاع لو غران تور هكا ميو كو نديروها ا بي مي فريمون هاد البلاصه سيتي فريمون بيان عجبتنا بزاف بزاف. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen. Thank you.
علاش نعيش لك ايامي خلينا اشوف فيك احلامي واحس بك دايما جنبي لو جنبي او مش قدامي وهنا يا لي في دخلنا فوالا سيتي تار اون ا ترو ايمي ياسمي الحمامات جو كونساي الا جيتو الحمامات ديروها نتوما تاني فريمون سي ان ليو تري سامبا يا دي بو ريستوران يا دو لامبيونس اكسيتيرا هنايا سيتي لو ماتان نودنا بكري موا اي مو ماري لاخاطش كان عندنا رونديفو على 10 ونص في بيو ازور Voilà, vraiment, qu'on a besoin de la journée, qu'on une journée de détente, je ne l'ai pas fait. Et Bio Azur, les filles, tape à l'hôtel, c'est juste parce qu'on tra le saut de plus. Vous prenez des rendez-vous, soit à l'Hlia, qu'on besoin de l'eau. Voilà, et c'est un lieu très sympa, vraiment. Le Mouyim, Hanaya, Anhom, la piscine, Bilmat al-Bahar, la piscine à l'intérieur, Fiha, Jacuzzi, Filouast, Bilmasroun. هنايا بارد هاد لابيسين باردة مي في الوسط اللي تبغو الماء سخون كاين في الجاكوزي الوسطاني وهنايا تاني كاين لابيسين في ليكستيريور تاني فيو سور مير جي ترو ايمي تاني بالماء تاع البحر هنايا بارد وفي الوسط اللي هي جاكوزي بالماء سخون انا جي يوتيليزي كل ما بارد باسكو سخانة ما نقدلهاش فوالا المهم هنايا بديت بالحمام درت اون ان فيت فورمول تاع الحمام بالكوماج ابري تدخلي في بينوار غير وحدك يديروا لك فيه اعشاب بزاف فيه لو سيل روز اكسيتيرا سيتي فريمون سامبا انا جي فيلمي جوست كلك لقطات تاع الحمام باش تشوفوه سيتي فريمون بيان بور الحمام لو كوماج ابري قلت لكم داروني دون ان بينوار في اي بي غير وحدي هنايا بور لو ماساج تاني جيت باش ندير ماساج جي بري لو ميور ماساج انديان عندهم pour une heure de massage Hanaya pour la douche après le massage voilà et après le massage darouli en fait kitain gha le corps taï ou darouli واحد لاباري تتلك سخانه بزاف pendant 30 minutes و هنايا j'ai passé pour faire un soin de visage j'ai pris tani le meilleur soin de visage les عندهم بالكولاجين voilà après وليت la piscine باش نprofiter فيها شويه surtout عجبتني la vue sur mer c'est juste حاجه j'étais déçue فيها En fait, j'étais déçue pour le massage et pour le soin aussi. Pourtant, comme le massage, j'ai pris le plus cher et le meilleur massage pour une heure. Elle m'a fait que 35 minutes, mais elle cliche une heure. Voilà. Et en plus, elle m'a pris un peu en retard. Pour le soin de visage, moi, je suis esthéticienne, donc je sais comment on fait les soins de visage, etc. Normalement... démaquiller les couches, elle m'a même pas démaquillée, démaquiller juste les joues tawai juste mes tahta bsah aynia gadou bel maquillage donc j'ai jamais vu un soin de visage bel maquillage ou surtout j'ai pris comme le meilleur et le plus cher soin de visage bel collagène normalement démaquiller les aynik tagla lek les ricils ou le kahl etc باش عاد دير لك le soin de visage تاعك Je suis esthéticienne et je sais le métier qui est Donc voilà, je suis esthéticienne et normalement, je suis démaquillée. Mais parce que je suis en train de faire le métier, vraiment,
j'étais déçue. Voilà, le prix اللي خلصته donc ما يستاهلش توتو هذاك لو soin de visage اللي درته لي. Même mon mari il a fait un soin de visage ou دار le massage كيما درت انا دار هو كي خرج قال لي ساره لو soin de visage اللي مداري ديريه لي سي بوكو ميو كو اللي درته لي هي. قلت لها ما aussi j'étais déçue mais bon c'est pas grave. المهم le lieu il était très sympa etc mais bon j'ai peut-être on a tombé sur des personnes mais qu'on ouche bzef يعرفوا خدمتهم. المهم هنايا كي كملنا on a passé en fait presque قعدنا حتى الحشيه في مدنا جينا نكملوا الحمام لو غوماج لو ماساج لو لسون دو فيزاج دونك لحقت علينا ديك 6 تاع الحشيه فوالا دونك قعدنا في لا بلاج دونك باسكو عندهم هنا في لوتيل زوج جهات على بلاج هذه الجهه الزوجه جيناها ثاني باش نشوفها كي دايره وهذه الجهه ثاني تاع البحر عجبتنا ثاني بزاف بزاف وهذا لوتيل اللي فيه والله العظيم تالمو عجبنا وتال ما كنا فيه غايه ما خرجناش ابار هذيك الخطره اللي خرجنا فيها تاع الياسمين الحمامات جوست هذيك لا سواري اللي خرجنا فيها من لوتيل اي خمس ايام قعدنا 5 نوي هنايا ولا العظيم كاع ما خرجناش فريمون اون ا بروفيتي وما كرهناش تال مو يا بوكو دو شوز افير في هذا لوتيل سوا من البحر سوا من لا بيسين سوا من لامبيونس سوا تاني اون فيت كي كنا نتعشوا دي اون فيت كيما قلت لكم في لوتيل مي كاين دي زوتر ريستوران في لوتيل دونك تقدروا تاكلوا تاني في لي ريستوران غير تماك في لوتيل ما تحتاجوش ميم با دي بلاصو اي ميم لامبيونس في الليل كاين دي سواري تاع دي شانتور اون فيت يا د لامبيونس سوا دي سواري فاميليال ولا سواري دي سواري تاني بور لي جون دونك فوز افي ميم با بيزوان باش تخرجوا مو جو فو كونساي ا 1000% هاد لوتيل فوالا المهم هنايا كانت كاينه اون سواري في الليل تاع طرب Voilà les filles qui m'a chifto, l'ambiance kain partout في l'hôtel. كهنايا كانوا دايرين هاد لا سواري تاع الطرب فوالا وابخي تاني رحنا لبلاصه واحده اخرى كانوا دايرين فيها اون سواري واحده اخرى كيما راكم تشوفوا ضحكنا بزاف سيتي فريمون توب علامه. المهم غادي نكمل معكم هاد لو فلوغ تاع الحمامات لي في انا هي الحمامات عجبتني بزاف بزاف الخمس ايام اللي فوتهم هنايا سيتي فريمون توب ميم ما بيل ما عجبتها اي سان ريان افوار لي بروبليم لي اون فيت الصوالح نيجاتيف اللي لقيتهم تونس ما لقيتهمش انا في الحمامات حقيقه سواء من لي تاكسي سي فاسيل باش تلقي سواء كي تبغي تشري سي فري كو يغلو عليك سي بارتو يغلو كي يكونوا عارفين بلي راك توريست مي سي با اكزاجيري كيما تونس هنا الحمامات نو. المهم انا ترو ايمي نوتر سيجور في تونس عجبنا بزاف فوالا سي فري كو لي بري سون تري تري شير سي كومباري اكزاكتومون فوالا انا كنت نسمع بلي تونس رخيصة على الجزائر مي نو سي فريمون شير كي ما باري فوالا. المهم نقول لكم تهلاو في روحكم لي في ما تنسوش تخلوا لي ان لايك وتخلوا لي ان كومونتير باش تقولوا لي رايكم نتوما تاني ما تنسوش تابونو سور ما شين هكا تاني يوصلكم دائما جديد ونطلقوا لي ليان تاعي تاع الانستغرام سناب شات والفيسبوك دون لا بوا دو ديسكريبسيون جو فو في ان غرو بيزو.